تفضلي يا أختي أم علي من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم ألو. السلام. عليكم السلام. نعم. يا شيخ، ما حكم لو صليت سنن الرواتب قبل دخول الوقت بضع دقائق؟ طيب، لا تصلى الرواتب إلا بعد دخول الوقت، ولا فيه شيء قبل الفريضة إلا الظهر، فلا تصلى الراتبة التي قبلها إلا بعد دخول الوقت، وأما بقية الرواتب فإنها بعد الفرائض، إلا راتبة الفجر أيضا، راتبة الظهر التي قبلها وراتبة الفجر قبلها، هذه لا بد من دخول الوقت. نعم.